مساء الخير يا استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. ايه حكايه الخلطه السريه يا فندم؟ طب خليني قبل ما اقول لحضرتك الخلطه السريه اقول لحضرتك كلاما واضحا دقيقا صريحا، وزاره الصحه المصريه بتقول لكل المواطنين المصريين والمقيمين على الاراضي المصريه، لو كان الماء دواء فلا تاخذه ولا تشربه الا بوصفه طبيه. هايل. أما الخلطة السحرية فهي عبارة عن تركيبة مكونة من مضاد حيوي ومسكن للآلام وكورتيزون للديكساميثازون، بيتم استخدامها بادعاء أنها تعالج نزلات البرد. فكورتيزون ومضاد حيوي. مضاد حيوي وديكساميثازون الاثنين في الخلطة السحرية. بالضبط، ومسكن للألم. والحقيقة أن الديكساميثازون أو الفورتاكورتين أو الكورتيزون بجميع تشغيلاته لا يتم استخدامه إلا بوصفة طبية، وخصوصا المرضى اللي عندهم سكر أو ضغط بيؤثر عليهم تأثير سلبي، فبيرفع نسبة السكر في الدم وبيرفع مستوى ضغط الدم. المضاد الحيوي أصلا لا ليس علاجا للفيروسات، والبرد الأغلب أنه فيروس، وبالتالي أنا بستخدم مضاد حيوي وده مسبب مشكلة كبيرة هي سوء استخدام المضادات الحيوية الذي يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وبقى عندنا إشكالية كبيرة أن هناك أنواع كثيرة من البكتيريا تقاوم الأنواع الموجودة من المضادات الحيوية بسبب سوء الاستخدام وكثرة الاستخدام أو الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية. مسكنات الألم استخدامها بكثرة يؤدي إلى مشاكل في الكلى وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي بالإضافة إلى مشاكل في الكبد، وبالتالي فهذه الخلطة السحرية هي خلطة سحرية نحو الضرر ونحو التأثير السلبي على الصحة، مش خلطة سحرية نحو الشفاء. طيب هي في كل الأحوال بتحمي فعلا من الإنفلونزا أو بتعالج الإنفلونزا؟ هي المسكن بيقلل الأعراض، وفي نفس الوقت الكورتيزون بيرفع الضغط والسكر، وفي نفس الوقت المضاد الحيوي بيؤدي إلى مشاكل لا طائلة من ورائها، فهي عبارة عن مسكن يهيئ للي واخدها إن هو بقى أحسن. الحقيقة أنه لا علاقة لها لا بالمرض ولا بالشفاء منه. وهي الحقنة دي بتتركب في الصيدلية ولا هي بتتباع كاملة؟ يعني انا اعرف الحقن بتاعت الانفلونزا ديت حقن في علب مقفوله اللي هي بتاعت المضاده للانفلونزا اللي احنا بناخدها في اول الشتاء، انما دي بتتركب ولا جايه جاهزه؟ دي حقن بيتم تركيبها في الاماكن بيعها. طب وزاره الصحه المفروض برضو تاخد اجراءات مع الصيدليات ديت لانه يعني ده شيء مضر للناس. يعني هو بعد صدور القانون 151 لسنه 2019 الخاص بانشاء هيئه الدواء المصريه انتقلت هذه المسؤولية لهيئة الدواء، الحقيقة أن هيئة الدواء تقوم بجهد فعال جدا في مراقبة بيع مثل هذه الأنواع من الأدوية في الصيدليات.